إذا اكو شيء جديد على ارض الواقع يعني تتامل اكو شيء جديد؟ نحن اشياء جديده اليوم عندنا اكبر مشروع راح يقوم به العراق ويجي اهميه حتى اكثر من ميناء الفاو، هو المكمل لميناء الفاو الكبير اللي هو مشروع طريق التنميه والقناه الجافه. راح نربط ميناء الفاو بتركيا باوروبا بمسار 1200 كيلومتر، خط سكه جديد مزدوج وبالكهرباء يعمل وبسرعة عالية. يعني بناء حاليا دا يصير دا يتم الان في بحث التصاميم؟ نعم نعم، دولة رئيس الوزراء بنفسه مشرف على الموضوع ومتابعة يومية، لا يومية على بالساعات من معالي وزير النقل على هذا الموضوع، يعني الشركة الإيطالية والمستشارين رئيس الوزراء متابعين ليس بشكل يومي وإنما بالساعات أحيانا. احنا موقعنا يعني هذا العالم تدور موقع استراتيجي. الحلو بهذا الموضوع ان دولة رئيس الوزراء والوزير والمستشارين أدركوا أهمية هذا المشروع ليس فقط لقطاع النقل العراق وإنما للعراق ككل. نعم. أولاً راح يخدم 12 محافظة بالعراق. راح يدخل تقنيات لأول مرة بالعراق، العالم تسمع إن العالم عنده قطارات كهرباء، راح تكون عنده قطارات كهرباء. 300 كيلومتر بالساعة لقطارات المسافرين، 140 كيلومتر للبضائع. حلو هذا الشيء. معدل 7 دقائق كل قطار. كل 7 دقائق قطار. ايش قد ممكن مينيمم وقت ويكون هذا المشروع على ارض الواقع من وجهه نظرك؟ لا نبدي 23 نحلمتي. نعم احنا بادين هسه بالتصاميم. يعني خطتكم تقريبا ل 28 هو مكتمل هذا الامر؟ المفروض ويا اكتمال ميناء الفاو القناه طريق التنميه مكتمله كسكه وطريق سريع. بالمناسبه القناه عباره عن شقين. الميزانيه ما راح تاثر على الموضوع. هذا المشروع قائم. هذا تبناه دولة رئيس الوزراء انه تمويل هذا المشروع الى نهايته تتولاه رئاسة الوزراء. يا رب. يجدون هذا المشروع الحلم، هذا ما يخص لا وزارة النقل ولا السكة الحديد. هذا للبلد. هذا يخص البلد. اي فعلا. وما معنيه به محافظة معينة، حيمتد من الفاو، يعني من ميناء الفاو صعودا الى كل المحافظات انتهاءا بفيشخابور على الحدود التركية. فكل المحافظات والمدن راح يمر بها هذا الطريق، حيخدم هاي المناطق. شكد حلو من اني مسافره واريد اشوف العراق من خلال القطار، تصير فتشي يعني. نعم.